السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل محافظة الجيزة صفحة 260 و261 الصف الرابع الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطى. قيمة المجهول ب في المعادلة ب في 10 بيساوي 100. قيمة المجهول ب يعني ايه اللي ضربته في 10 اداني 100 أو 100 على 10. لو قلنا 100 على 10 هنشيل صفر مع صفر هيتبقى لي 10، ولو قلت ايه اللي اضربه في 10 يديني 100 هي برضه نفسها 10. ونشوف السؤال رقم 2، 525 بيساوي نقط متر زائد 25 سنتيمتر. انا عندي هنا المتر خانة المئات، بدور على الرقم اللي موجود معايا في خانة المئات وبكتبه. ادي احد عشرات مئات يعني الخمسة، ده الخمسة دي خانة المئات يبقى الاختيار رقم ب، والباقي بحطه في السنتيمتر اللي هو 25. ونشوف السؤال رقم 3، 45 تساوي نقط امثال العدد 9. تعالى نكتبها بالحساب ونشوف. ادي 45 كلمة تساوي ادي بالحساب نقط، ادي النقط امثال يعني في 9، اللي اضربه في 9 يديني 45، الخمسة في 9 ب45 يبقى الاختيار رقم ج. السؤال رقم 4، مستطيل طوله 8 وعرضه 4، عايز مساحة المستطيل الطول في العرض. مساحة المستطيل الطول في العرض، الاربعة في 8 بتديني 32، مساحة المستطيل الطول في العرض. شوف السؤال اللي بعده، ما الصيغة القياسية للعدد 18,605,000؟ هنشوف العدد 18 مليون، ادي 18 قبل المليون خانة الايه الالاف كلها التلات ارقام كده 18 مليون، ده كده خلص تمام. و605,000، 605 في خانة الالاف، ادي 605 خانة الالاف. طب قبلها خانة الاحد والعشرات والمئات ومش موجودة، بنزل مكانها التلات اصفار. تعال نشوف الاختيار اللي عندنا، ادي 605,000 مش تمام. ده السؤال رقم 6، 2 يوم و2 ساعة بيساوي نقط ساعة. هحول من يوم لساعة الأول، هحول من يوم لساعة. اليوم 24 ساعة، الاتنين يوم 24 و24 48 ساعة، وهزود عليهم 2 ساعة يعني أجمع عليهم 2، 48 و2 هيديني 50، يبقى الاختيار رقم ب. السؤال رقم 7، من عوامل العدد 16، عايز عوامل العدد 16 يعني ايه في ايه بيديني 16. الواحد في 16، ادي الواحد في 16. تعالى ناخد الاتنين، الاتنين في كام بيديني 16؟ الاتنين في 8 ب16. في حاجة تانية تديني 16؟ التلاتة لا ما عنديش. طب الاربعة؟ اربعة في اربعة اكتبها مرتين؟ لا، باخد العوامل مرة واحدة بس. يبقى فين الاختيار؟ 1 2 4 8 16، اختيار رقم ج. السؤال التاني، اذا كان سي في 6 بيساوي 60 فان قيمة السي بتساوي، اللي اضربه في 6 يديني 60، الستة في 10. السؤال اللي بعده، اصغر عدد اولي فردي. اصغر عدد اولي عامة هو الاتنين، لكن لما يقول لي فردي ما باخدش الاتنين لان الاتنين زوجي، فانا باخد التلاتة. اصغر عدد اولي فردي التلاتة، اولي زوجي الاتنين. اكبر عدد يمكن تكوينه من الارقام 9 7 0 5 2. اكبر عدد بدور على اكبر عدد وبكتبه على اليسار، اكبر عدد عندي التسعة، ادي التسعة على اليسار، ادي خدنا التسعة. مين اكبر عدد؟ السبعة، كده خدنا السبعة. مين اكبر عدد؟ الخمسة، كده خدنا الخمس. اكبر عدد الاتنين، بعد كده الصفر تمام. وبقرأ العدد 97,520. السؤال رقم 11، 8 أمتار و45 سنتيمتر. من متر لسنتيمتر بضرب في 100، التمانية في 8 أمتار ب800 تمام. واو يعني الوادي يعني جمع، 45 هجمع على 845. 0 و5 هي نفسها، 0 و4 هي نفسها، 8 مفيش عدد هي التمانية، يبقى 845. السؤال رقم 12، العدد نقط عامل مشترك لجميع الاعداد. اللي موجود في كل الاعداد عامل مشترك اللي هو الواحد، ما بأثرش في عملية الضرب. اسبوع ويومين، الاسبوع هنا كاتب لي يوم، ايام يعني عايز يحول ده كله لايام. انا عندي ده يومين يعني ده اتنين، ده واو يعني ده جمع. طب الاسبوع بقى كام يوم؟ الاسبوع 7 ايام، كده انا حولت كله لايام. اجمع بقى 7 و2 هيديني 9 ايام. السؤال رقم 14، 4 في 7 هي 7 في 4، تعبر عن خاصية. هنا العلامة بينهم يساوي، 7 هنا و7 هنا، 4 هنا و4 هنا، يبقى خاصية ابدال. السؤال الاخير في الصفحة، 15 كيلو جرام بيساوي نقط جرام. من كيلو جرام لجرام بضرب في 1000، هاخد الخمستاشر اضربها في 1000 تمام. الخمستاشر في 1000 بيديني 15,000،
بضرب الواحد في 15 وبنزل الاصفار بتاعتي زي ما هي. ونشوف السؤال الثالث. العامل المشترك الأكبر للعددين، لما يقول لي العامل المشترك يعني عايز أعداد أولية فقط اللي هي عين ميم ألف، هاخد الأعداد الأولية للتمانية، هاخد الأعداد الأولية للستاشر. تعال نفك التمانية، اف ايه بيديني تمانية، اتنين في أربعة، والاتنين ده عدد أولي بكتبه. طب والأربعة ماهوش أولي، بفكه اتنين في اتنين. احفظ التمانية أكتر عدد بتكرر، اتنين في اتنين في اتنين. طب الستاشر، عند الستاشر أربعة في أربعة عندي رقم تاني، اه عندي ارقام تانية بس حتى لو فكيتها هتطلع نفس الارقام. اربعة في اربعة بستاشر، ادي الاربعة وادي الاربعة التانية، ادي اربعة وادي اربعة. تمام، عين ميم الف باخد اللي اتكرر فوق وتحت. ايه اللي اتكرر فوق وتحت؟ اتنين في اتنين في اتنين، ادي واحدة وادي واحدة وادي واحدة، كل اتنين باخد منهم واحد وبضربهم في بعض. اتنين في اتنين في اتنين برضو هيديني كام؟ هيديني تمام. السؤال اللي بعده سؤال 17. مستطيل طوله 3 سنتي وعرضه 7 سنتي، عايز محيط المستطيل. محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2، محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2. هاخد الطول اللي هو 3 زائد العرض اللي هو 7، 3 زائد 7 كل ده اضربه في ايه؟ في 2. ال 3 و7 10، 10 في 2 بيديني 20. سؤال 18. 13 لتر و30 مللي لتر، 13 لتر و30 مللي لتر، من لتر الملي لتر بضرب في 1000، من لتر الملي لتر بضرب في 1000، 13 في 1000 ب 13000 زائد 30. هجمع ادي الصفر، 3 وصفر هي نفسها، وادي الصفر وادي ال 13، 13030 فين؟ 13030 اهي. سؤال رقم 19. عندي هنا 30 على الخمسة ناقص 2 زائد 1، عندي مسألة قسمة طرح جمع، بحل مين الأول؟ بحل القسمة. 30 على الخمسة، إيه اللي أضربه في خمسة يديني 30؟ الخمسة في 6 بقت 6 ناقص 2 زائد 1. تمام، عندي مسألة طرح ومسألة جمع، أحل مين الأول؟ اللي جاي الأول على اليسار هو اللي يتحل الأول. هطرح الأول، 6 ناقص 2 هيديني 4، 6 ناقص 2 هيديني 4، 4 بقى هجمع عليها الواحد، 4 1 هيديني 5، يبقى الناتج معايا اختيار رقم د. السؤال رقم 20. 225 على التلاتة، 225 على التلاتة، تعالى نقسم. انا عندي الاتنين وعشرين على التلاتة مش هتنفع، فانا هنزل لعدد يقبل على التلاتة. التلاتة في سبعة بواحد وعشرين، يبقى هاخد السبعة، ادي التلاتة في سبعة بواحد وعشرين. نزلت كام عدد من الاتنين وعشرين للواحد وعشرين؟ نزلت واحد، هودي الواحد ده فين؟ اكتبه جنب الخمسة واقرأ بقى وحل. 15 على التلاتة هتديني 5، 3 في 5 ب 15، يبقى ناتج معايا 75. السؤال اللي بعده سؤال 21. 10 أمثال العدد 50، 10 أمثال يعني 10 في 50، أمثال يعني ضرب. هضرب الواحد في 5 يديني 5، ومعايا صفرين بنزلهم يبقى 500، يبقى الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده سؤال 22. العنصر المحايد الضرب هو، اللي ما بيأثرش في عملية الضرب اللي هو الواحد، ما بأثرش في عملية الضرب اللي هو الواحد. السؤال الرابع. أجيب عمال مع منار 690 جنيه وأعطاها والدها 80 جنيه، احسب عدد الجنيهات الكلي مع منار. طبعا دي مسألة جمع، هاخد ال 690 أجمع عليهم ال 80. تعالى نجمع، صفر وصفر هو نفس الصفر، 8 و 9 يديني 17، 7 ومعانا الواحد، 1 على 6 يديني 7، يبقى 770 جنيه. سؤال 24. وصل أحمد إلى المدرسة في تمام الساعة 8 صباحا، وغادرها في تمام الساعة 12 ونص ظهرا، ما المدة التي قضى؟ الوقت المنقضي هاخد ال 12 30 ناقص 8 صبح. تمام كده، ونبدأ نطرح الوقت المنقضي. دي مسألة طرح، الوقت المنقضي دي مسألة ايه؟ طرح. هنا صفر ناقص صفر هو نفس الصفر، تلاتة ناقص صفر هي نفسها التلاتة، اتنين ناقص تمانية مينفعش بقت الاتنين اتناشر، واحد صفر، اتناشر ناقص تمانية تديني اربعة، يبقى المدة التي قضاها احمد بالمدرسة اربع ساعات ونصف. تعالى نشوف السؤال اللي بعده سؤال 25. مستطيل عرضه 4 وطوله 5، اوجد محيط المستطيل. محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2، محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2. 4 و5 يديني 9، ال9 في ال2، ال2 في 9 ب18. طبعا محيط ما يدينيش التربيع، عندي سنتي يفضل سنتي، 18 سنتي زي ما هو.
سؤال رتب آخر سؤال معانا في الامتحان. رتب الصيغة العددية التالية تصاعديا يعني من الصغير، عايزة العدد من الصغير. أنا عندي هنا 900 ألف، يعني التسعة ديت أدي 900 وقدامها 3 أصفار بقى 900 ألف. التسعة هنا 9 مليون يعني قدامها 6 أصفار. هنا 5,700,000، أدي 5,700,000، طبعا أحد وعشرات مش معايا، تمام. هنا طبعا رقم، هنا تعالى بقى نعد، ادي كده، ادي 1 2 3 4 5 6، دول 6 ارقام، ادي 1 2 3 4 5 6 7، لا ده اكبر، دول كده 6 ارقام. طب هنا برضو اكبر، ادي 1 2 3 4 5 6، دول 6 ارقام ودول 6 ارقام. مين عند الصغير 550 ألف ولا 900 ألف؟ لا الصغير 550 ألف، يبقى هي دي الكاتب الاول، ادي 5 5 0 2 2 3، تمام. اللي كنت بقارن معاها هي بعديها على طول واكتبها باسمها مش باللي انا فكيته، 900 ألف. بعد كده هناخد بقى خانة الملايين، ده 9 مليون، ده 5 مليون، ده 9 مليون، وده كام؟ وده 5 مليون. من الصغير فيهم عندي هنا الخمسة، نكتبها برضو بالعربي، 5 ملايين و700 ألف. اخر حاجة طبعا 9 مليون، ده اكبر عدد فيه. كده الحمد لله احنا خلصنا محافظة الجيزة. ان شاء الله الفيديو القادم ناخد المحافظة رقم 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.